اثنين بصلح معاكم بطاطا كريسبي 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 من برا ومن داخل طرية. جيبي بطاطس وقطعيها بهذا الحجم. طبعا انا اسوي شيء ثاني فما عليكم من الصوت اللي تسمعونه. هذا الحجم تقريبا هو الحجم الحلو او ميني بطاطا براحتك. مكوناته بس هذه اللي شايفينها قدامكم بالاضافة الى ثوم وممكن اضافة طبعا الزبدة او الزيت. تعالوا نحضرها مع بعض. طريقتها مرة 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 سهلة. اول شيء بنات راح نحط البطاطس كلها وراح نضيف عليها الملح والبيكربونات. البيكربونات بتخليها حيل حلوة يعني قوامها شوي نشوي يعني. بنخليها تغلي 10 دقائق بس. هذا البيكربونات بنات بس هذا اللي راح احطه على كميتي والملح. شوفوا يا جماعة راح نصفيه الآن. نبغاه يكون زي كذا تحسون انه شوي كذا النشا حقه قاعد يطلع. عرفتوا قوامه زي كذا 10 دقائق بالضبط. كانت في الصينية اللي راح تدخل الفرن او تدخل القلاية الهوائية. في القلاية الهوائية انا بحطها. حطيت زبدة وبحط كمية كذا حلوة من الزيت على حسب البطاطس حقك ودخله الفرن يذوب. شوفوا بنات هذا القوام اللي احنا نبيه بالضبط. ابيكم تحسونه يعني عرفتوا اللي كأنه شفتوا كيف لما شلته بالملعقة صار في هذا الشيء زي كذا عرفتوا تكون كذا قوامه. انا بس الان قاعدة اسخن الزبدة مع الزيت ابيها تكون ساخنة بعدين اكمل لكم الخطوة. هذه يا جماعة في الاصل مقسومة الى قسمين اصلا يعني. فبحط البطاطس على هنا الزيت حار. الزيت والزبدة حار. فبحط بهذا المنظر على الجهتين وابدا بشويش بس. لا خلينا نحط عليها الملح والفلفل الاول. نحط الملح. البطاطس يحب الملح. بحط الملح وبحط الفلفل الابيض. بعد كذا بس اقلبها شوي بخفه. هذا حار بنات فقلبي بخفه. راح اخذ ثومه وافتحها زي كذا واحطها هنا. دخليها الان القلايه الهوائيه 40 دقيقه او الفرن. من القلايه فرن 40 دقيقه. بعد ال 40 دقيقه هعلمكم ايش راح اسوي. هذا يا بنات حطيتها في القلايه الهوائيه وبخليها 40 دقيقه. ابيكم تشوفون معاي المنظر من قلب الحدث. يلا تعالوا الحين بطلعه وبعلمكم ايش بسوي فيه من اضافات واخر لمسه. هنا بنات هذا ما شاء الله تبارك الله باقي خطوة. شايفين هذه الثومة؟ بشيلها وبطلع اللي داخلها هذا كله وبعلمكم وين بحطه. هنا حطيت زعتر او ممكن روزماري. وهنا عندي البهارات الايطالية من مجموعة التوليفة. بحط البهارات الايطالية والثوم اللي سويته واهرسهم بهذا الشكل لحد ما كل شيء يتمازج. هنا عندي الشيء اللي انا سويته بحطه بهذا الشكل في الجهتين وبضيف الحين بس عليه شوي رشة من البهارات الايطالية كذا على الوجه او بهارات البطاطس. هذه بنات راح ابدأ اخلطها كلها مع بعض علشان تمتزج بنكهة الثوم والاعشاب اللي انا سويتها. وراح ارجع ادخلها الفرن بس دقايق يعني دقيقتين. دقيقتين زيادة وخلاص. يا جماعة شوفوا هنا ايش رايك اسامة؟ رهيبة قسم بالله. مقرمشة من برا وليلة من داخل. سمعتوا؟ من داخل حشة. باخذ واحدة مليانة. سمعتوا الصوت؟ هذاهم. شوفوا ما شاء الله تبارك الله مقرمشة كريسبي من برا ومن داخل ذايبة. الطعم ولا غلطة.